متتبعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جريده الميادين نيوز. شهر رمضان شهر الصيام والغفران، عادات وتقاليد دأبت عليها الاسر المغربيه بمناسبه ليله القدر العظيمه، حيث نرى ان الفتيات بلباسهن التقليدي وكذلك بالزخرف الذي يزين الايادي الصغيره، تحفيزا من الامهات على صيام رمضان. النموذج من مدينه فاس العاصمه العلميه، تابعونا. لا يصلي على محمد وعلى ساداتنا أليه وصحبه الكرام. مولا يصلي على محمد وعلى ساداتنا أليه وصحبه الكرام. كنوجدوا من بعد النهار كنديو من الحمام هو الاول، ومن بعد كنجيبوهم كنقشوا ليهم، وسميتو كاين على حسب كل واحد، كاين اللي كيديهم يزورهم يهبطهم للمدينه القديمه يدخلهم القراويين، ومن بعد هذه الليله هذه كيتجمعوا العائلات بعضياتهم، كيديروا العشاء بعضياتهم، كيتعشاو. اغلبيه الناس كيديروا سكسو صافي، وما كيتجمعوا بعضياتهم، كاين اللي كيخرج وليداتو في الليل، كاين اللي ما كيخرجهمش هاد الليله كيخليهم حتى للغدا ديال 27، عاد كيدوروا على العائله، وكل دار مشاو ليها باش كيفرحوا الوليدات. شنو هذا الصاك ديالهم؟ هذه العادات ديالنا، الصاك ديال البنيته كيديروا لهم الفلوس، كيديروا القرقاع، هو من العادات على الصيام في رمضان. غالبا غدا ان شاء الله كيصوموا البنيتات، ماشي القليل اللي كيصومها من هذا النهار، ولكن الاغلبيه غدا 27 كيصوموهم. هادو هما اللي نقدر نقول لك. الحنه كتكون الاغلبيه على اللي هذا هاد الليله هذه، الاغلبيه كيخليهم حتى للعشيه عاد كيحنيو ليهم، ماشي بحال دابا هكا في الصباح. اللي كيجيب الحنايه للدار، اللي كيجيب النقاشه للدار، كيحني لهم في العشيه. واللي بحال دابا هكا في الجمعيات هذا كيجيبهم في الصباح يحني لهم وصافي، هذا هو اللي كاين. ماشي مشكله. مدينه فاس حتى هي كتحتفل كما المدن المغربيه كامله، كنحنيو ليهم، كنلبسو لهم، كندير لهم التخليلات التويرات، كندير لهم العماريه، وكنحتفلوا بهم كما كيحتفلوا قلت لك المدن المغربيه كاملين. والليله ان شاء الله عاوتاني كنديروا لهم كسكسو وداك الشيء التقاليد ديالنا حنا في فاس، هادشي اللي كنديروهم كنخرجوهم في الليل كيدوروا. ولا غدا ان شاء الله بحال دابا اللي كبيبرين شي شويه غيصوموا، واللي صغيورين غنصوموا ان شاء الله نص النهار. هاد العاده ديما يعني لا هادي ضروري راكي عارفه، ضروري خصنا نحفزوهم باش ان شاء الله ملي يكبروا يلقاو راسهم كيعرفوا يصوموا ان شاء الله. شكرا. ماشي مشكل، شكرا حتى انت، الله يجازيك بخير. اول حاجه كنشكروا الاخت نادين وكنشكروا جريده ميادين نيوز اللي ابانت عن علو كعبها في هاد السنين منذ ان نشات، وحنا كنفتخروا بها لانها دائما كتمشي للمواضيع اللي خصها تطرقوا عليها، ويعني جميع المواضيع الفساد وكل شيء. وكنتمنى التوفيق للميادين نيوز والاخ الحرودي والاخت نادين والجميع. بالنسبه للتقاليد ديال المغاربه، حنا كنا لا يخفى علينا اننا تربينا في اسر مغربيه يعني اصيله، التقاليد ديالنا يعني هما داك السمات اللي كيميزونا على جميع الدول، وهذاك الطقوس
يعني بالنسبه لنا حنايا طقوس اللي يعني كتعطي واحد الايجابيه للذات والايجابيه للروح والايجابيه ديال هذا، لانها كتخلينا كنعيشوا في واحد التراث اللي ورثنا على جدادنا. وهذا بالنسبه لشهر رمضان، يعني شهر الغفران يعني معروف، والله سبحانه وتعالى يعني خصص فيه واحد الليله اللي ذكرها في القران، الا وهي ليله القدر، فيها نزول القران المبارك، القران الكريم، القران الحكيم. وبالنسبه لنا عاوتاني حنايا كنكملوا ذاك الفرحه ديال ليله القدر، كنكملوها باش يعني بفرحه الاطفال. بالنسبه للبنات ديالي الله يخليهم لي وتبارك الله عليهم، عندك بالنسبه هذه مروه، هذه يسرى، هذه صفاء، وهذه شهيده، وهذه هبه، هادو بنيتات ديالي. يعني كيفاش كيعيشوا ذاك اليوم؟ اول حاجه حنا بعد الوالا اللي كنعيشوه معاهم، لانه ما شكرا لهم لانهم كيعيشونا ذاك النهار، اولا كيدخلوا علينا الفرحه وكذا. وبالنسبه ثانيا لهاد كما عرفت التقاليد المغربيه، ان نهار 27 يعني كنحاولوا انه اللي قادرات فيهم تصوم كتصوم ذاك النهار، واللي ما قادراش كنخيطوا لها النهيار ديالها بحال دابا هكا شويه، فهمتيني. وذاك النهار كيكون عندهم هما نهار اللي ماشي كسائر الايام ديال السنه ولا ديال الشهر. هذاك النهار كانوا كيتسناو فارغ الصبر، علاش؟ لان كيلبسوا اللبيسات، كيلبسوا جليلبات، كيلبسوا القفيطناس وخلاص، والحنينات هانتوما كتشوفوا الحنينات، هي دي شهيده، هي بالحنينه ديالها وصفاء. يعني هذا هو الجو ديال المغاربه الحقيقيين، وكنظن انا كاع هذا الشيء حتى الجاليه المغربيه دات هادشي حتى لا برا، ومازال كيدير. انا عندي عائله على برا في امريكا وفي المانيا كذا، كان الاصدقاء ديالي تما، يعني نهار ديال 27 كنعيشوه هكاك مباشره بالواتساب بالفيديو، هما كيحنيو تما وهادو كيحنيو هنا. ويعني المغاربه العالم دائما يعني متشبثين بواحد القضايا ديالهم اللي هي منها التراث، منها التقاليد العصريه والتقليديه وداك الشيء اللي ورثنا على الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، واللي كنتميزوا به هو الاسلام الحنيف ديال الوسط ديال الاعتدال. وهذا كله كنبغيو نربيه في وليداتنا باش ان شاء الله يكون عندنا واحد الجيل اللي يحمل المشعل. انا كتعرف حنايا راه حنا الى زوال، وعاوتاني خصنا يعني قالوا كما كنقولوا ولد ما ماتش، وحنا عاوتاني ماشي اللي ولد غير ولد وطلق الزنقه، لا، ولد وربي ولد وخلي، فهمتيني، يعني يعيشهم الطفوله ديالهم، لانهم ما خصهمش تحرموا الطفوله ديالهم باش غدا يكبروا ويعطيو شي حاجه تهم لهذا المجتمع، باش هما يربي وليداتهم مزيان. وكما كنقولوا رساله تجير اللي جيت. الله يحفظك، شكرا شكرا واجب اخت نادي. نقولوا هذا الطقوس هذا كما تنقولوا حنا التراث لا مادي، التراث عيساوي، موثوق من الصوفيه ومن الحضره الصوفيه للدينيه الاسلاميه. والتراث هذا حنا تنخدموا في الليله الربانيه، وبالنسبه لنا 27 حتى نقولوا حنا الليله ربانيه تنحتفلوا بها بنظرا انها ليله مقدسه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الليله تقريبا نفرحوا فيها الدراري الصغار بالتخليله وبالحنه بالدوره الفاسيه باللبسه الفاسيه. وكما تنقولوا هذه الليله مقدسه تنعظموها حنا كجميع المغاربه، وحنا كفرق عيساوي عندنا هذا النهار المعظم، ونحتفلوا بالدراري الصغار ونعطيهم الهدايا ونعطيهم الجوائز ونعطيهم بزاف د الحوايج. ما كاين مشكل عزيز وغالي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.